أمار 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 رد علي أمار 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 أجدني ليش البيت؟ ليش قتلتي؟ ليش هيك عملتي؟ ليش؟ ها؟ ليش؟ من لما فتي على حياتي ودخلتي على بيتي حياتي صارت مأساة وكل السبب منك. وصلتيني لحد الجنون. حاولت اتحملك وحاولت اني حبك وشوفي شو النتيجة. شو صار؟ جيتي وعالجتي ساهر وبعدين كل شي كان إلي أنا أخدته مني وما بقى عندي أي شي. إيه أنتي وساهر أخدتوا كل شي بملكه، وهالخطوة أنا تأخرت عليها وحاولت كتير، حاولت أكتر من مرة إني أقتل ساهر، بس أنتي كنتي دائماً تتدخلي بالنص وتمنعيني، وهلأ إجا هذا اليوم ورح أقتلكن أنتو الاثنين سوا ورح تطلعوا على السما سوا، وهلأ دقيقة ورح أقتلك بهاد وارتاح للأبد. رح تموتي، رح أقتلك وما حدا رح يمنعني. يلا وادعي الحياة. سنورة. وهلأ بس أضغط على المسدس. أنتي رح تموتي هون جنب حبيبك. يلا تمني أمنية لأنك رح تودعي هاي الحياة. أي صح، هالمرة ما حدا رح يوقف بوشي وأنتي رح تموتي وارتاح وللأبد كمان. أمار أمار مستحيل. سندورة سينغ، أنت رهن الاعتقال. يلا طلعوها. يلا السيارة. هاي العملة أنقذت حياتك وهي سبب نجاتك. شكلت حاجز بوجه الرصاصة والجرح بسبب سرعة الرصاصة، لهيك أنت حدا محظوظ كتير، وأكيد هلأ بدك راحة كتير لأنه الجرح كمان بمنطقة حساسة. معافى.
لو سمحت خلي هي معك. طيب بس كرمالك انت، كل الكلام اللي قلتي لي اياه كان كله صح ديفيا. بسببك انا هلا عايش ونفدت من الموت، وانت كمان ديفيا. وهلا انا كتير منيح. شو هي خطتنا الجاي؟ في عنا على هالدي في دي كل الأدلة ضدها، والشرطة اعتقلت سندورة. هلأ نحن لازم نقدم هالدي في دي هاد للمحكمة، وأنا كتير متأكد إنه سندورة هلأ رح تتعاقب على كل جريمة عملتها. نحن أخيرا فزنا، والحقيقة هلأ ظهرت. أمار، أمار شو صار ابني؟ قلي أنت منيح؟ ماما أنا صرت كتير منيح، ما في داعي انك تخافي. أمار بس قلنا شو القصة وشو صاير، لأنه هلأ سمعنا أنه أختي صارت رهن الاعتقال. نحنا ما عرفنا أي تفاصيل، خبرنا شو عملت أختي. هي اعتقلوها وصارت بالسجن مشان كل الجرائم اللي عملتهم بالماضي، وكمان منشان محاولة قتلنا اليوم أنا وأمار. شو؟ بس كيف صار هالشي؟ هالشي لأنه أخيراً أمار قدر يتذكر كل شي صار من قبل، وبعد ما هو قدر يرجع يتذكر كل شي نحن عملنا خطة ضد خالتي سندورة. حشرات؟ وين الحشرات؟ هون صحن الشارع بشوف. خلص وقتك، راح تموتي سندورة. وقف، مين بده يموت بالأول؟ انتي؟ انت؟ انت؟ طبعا مثل ما توقعنا تماما، وبعيد عن الغرور تبعها هي اعترفت بكل شيء وقالت كل الحقيقة. ايه ونحنا قدرنا نسجل ونصور كل شيء. بصراحة أنا حابة إلكم كمان إنه يلي عملناه ما كان سهل أبداً، لأنه أنا وأمار كنا حاطين احتمال إنه نفشل لو ما كان في شخص تاني عم بيساعدنا بالقصة. وأنا بعرف قديش اللي عملناه كان صعب على هذا الشخص إنه يساعدنا ويقاتل ضد حدا غالي لتبين الحقيقة. أنتي يعني عن مين عم تحكي يا ديفيا؟ مين هذا اللي ساعدكم؟ بارات، بارات أنت؟ معقول انت كنت معهم؟ خالتي انا بعرف انه سندورة بتكون اختكم، وشو يلي ممكن تكونوا عم تحسوا فيه هلا، وهالشي طبيعي لانه هي كانت تدير بالها عليكم. بس صدقوني هي كانت بتستاهل هالشي منشان كل الاشياء المو منيحه اللي ساوتها. سندورة سينج هي اللي خلتني ارجع على هذا البيت بس منشان انتقم، لأنه هي المفروض تدفع ثمن عمايلها.
أنا بعرف إنه بعد ما تسمعوا كل شي رح أحكي هلأ قدامكن رح تكرهوني، لأنه ما بهمكن شو عملت سندورة سينجل هلأ. إن كان صح أو غلط أنتو مستحيل توقفوا ضده، وأنا بالرغم من إني ابنها كنت السبب اللي صار لهلأ، لأني عملت اللي حسيته صح. فإذا هذا الشيء جرحكم بدون ما أعرف، بتمنى منكم تسامحوني. لا بارات، أنت ما غلطت بشيء أبداً. إذا في حدا غلطان هون بس نحن الثلاثة، لأنه كان إلنا علاقة بخالتي. هي ما كانت بس مجرد خالتي، هي كانت الأخت يلي أنا كنت حبها أكتر من أي حدا، وعطيتها الحب والاحترام وميزت عن الكل. لهيك بارات أنت ما غلطت بشي ولا مذنب بحق حدا. إذا مفكرين إنه نحن كنا غلطانين و... يلي صار مو غلطكن أنتو أبدا، يلي غلط بس نحن الأخوات الثلاثة. نحن بس يلي تفرجنا على أختنا وهي عم تغلط. يمكن نحن ما قلنا هالشي بحياتنا، بس نحن كنا منعرف إنه هذا اليوم رح يجي. أختي بتستاهل اللي عم يصير معها. إيه أمار، أنتو ما في داعي تعتبروا حالكن غلطانين. أختي عملت جرائم كتيرة، منشان هيك هالشي كان لازم يصير. بس أنا كنت حاسة بهاي المرة إنه أنتو كنتوا رح تفوزوا، وإحساسي طلع بمحله. هالمرة نحن كمان لازم نوقف ضد أختنا، كان لازم ناخد هالخطوة من زمان كتير مشان نعاقبها. بس نحن ما عملنا هالشي لأنه ما عنا هي الشجاعة. أحياناً نحن كنا نساعد أختنا بتنفيذ خططها، ولما ما حدا قدر يوقف أختنا هي ظلت عم تغلط بحق الكل وترتكب الجرائم. بس اليوم وقفتوا كل الجرائم تبعي اللي ما بتنتهي. ما رح قلكن غير إنه هذا نصر كبير. لا ماما، هذا مو نصر لإلنا. نحن بس كان بدنا تعرف إنه يلي عملته معنا غلط. نحن كان بدنا ننتقم من أفعاله بس هيك، ونحن كان بدنا نخلص من هالعذاب ومن الإحساس بالذنب، وحاولنا نخليها تتغير شوي، بس للأسف ما في أمل إنه تتغير. مجرمة، ما بهمها أي حدا. إيه ونحن كمان كان بدنا إنه أختي تتغير، بس أنا بعرف كتير منيح شو ما كان يلي عملناه ما في أمل إنه هي تتغير. هلأ نحن ما فينا غير إنه ندعي ونتمنى بأنه عائلتنا تعيش بهدوء وسعادة، وكمان بعيد عن عمايل وخطط خالتي سندورة. وأنا كمان رح أتمنى من كل قلبي إنه شي يوم تعترف بأغلاطها وتندم. لأنه هالقصة ما خلصت لسه يا سندورة.
غرورك عماكي من انك تشوفي نهايتك يلي صارت قريبة سندورة براتاب سين. نحن منعرف كل الجرائم اللي عملتيها بحياتك ورح نسلمك للعدالة وتتعاقبي عليها كلها. نحن هلأ رح ننهي هاي الشغلات يلي ما قدروا ساهر وفدية انه ينهوها مشان نقدر ننهي قصة قديمة. معناتها انتي موتي بالأول مثل ما متي زمان. لا، هالمرة أنا ما رح أسمح لك تعمل شيء. هالمرة أنت الوحيدة اللي رح تخسري. يعني أمار تذكر حياته ومن وقتها هنن عملوا هالخطة ونفذوها مشان أتورط. ويخلصوا مني، بس أنا بنظر القانون هلأ مجرمة. يا ترى الشرطة عندها دليل وممكن تثبت علي الجرائم اللي ارتكبتها؟ الشرطة ما عندها أي دليل ضدي. تحياتي سيدي. سيدي نحن اعتقلنا المجرمة سندورا سينغ أخيرا وفي عنا كل الأدلة سيدي، ورح نعرض الشريط بالمحكمة بكرة. معقول عملوا فيني هيك؟ يعني هن سجلوا كل الحكي اللي قلته عن عمايلي؟ إذا هالشي صاير معناتها أنا ما رح أنفض أبداً. أنا غيرت الخطة مشان هاي الصورة. بهي الصورة أنت وديفيا كنتوا مع بعضكن، ولما سألت لديفيا أنكرت هذا الشيء، ولما سألتك قلت لي إنك ما طلعت من البيت أبداً. شو صار لك؟ أنت ما شفتيني إني كنت بالبيت هداك اليوم؟ ليش لحتى أروح وشوف ديفيا أمي؟ ما هي عدوتي. مرات أنا عم أقول الحقيقة. أنا شفته، هو كتير ذكي ورجع تذكر حياته السابقة. اسمعني، هو تذكر الماضي. عم أحكي أنا متأكدة إنه تذكر تفاصيل الماضي وحياتك. أنا عم أحكي الحقيقة. بترجاكي هدي شوي، لأنه أمار ما بيقدر يعمل شيء، ما بيقدر يلعب معك ويوقف وبوشك. بترجاكي ماما ما بدي اياك تخافي، انت بس عم تتوهمي. ممكن اعرف بشو شارد هيك وعم تفكر كل هالوقت؟ لا اديتي، لو عرفتي ما رح تفهمي. تركيني، ما بظن في حدا بالعالم بيقدر يعرف اللي عم امرق فيه أنا. ما في ابن ممكن يكذب على أمه مثل ما عملت أنا بأمي. أنت ما فيكي تفهمي، ما فيكي تفهمي هالشعور يلي عم حس فيه من لما وقعت أمي. لهيك لا تزعجي حالك، هالإحساس ما بقدر أوصف لك إياه. أنت معك حق، كيف بدي أفهم هذا الشعور يلي أنت عم تحسه؟ أنا حتى ما بعرف كيف كان شكله لأمي، لأنه بكل حياتي ما شفتها. بس أنا بعرف كتير منيح قديش الواحد بيكون وحيد من دون أمه. مشان هيك أنا بعرف منيح قديش أمك مهمة بالنسبة لواحد مثلك. وكمان يلي عملته أنت هو تضحية كتير كبيرة. عن جد بارت، أنا صرت بحترمك أكتر من قبل. بس الشي يلي جبرك تاخد هذا الموقف وتكون أنت العدو الأول لأمك هو إصرارك وشهامتك لتوقف مع الحقيقة. من بعد هذا الشيء أنا بلشت أعتبرك قدوتي ومثالي بهاي الحياة. مو بس أنا، هلأ الكل صار بيحترمك أكتر بكتير من قبل. يا ريت لو أنا بقدر أعمل أي شيء لحتى أخفف لك وجعك. شكراً أديتي، وعلى فكرة عم أشكرك بس لأنك فهمتيني. شكراً.
بارات، بصراحة إجانا اتصال من المستشفى وكانوا عم يسألوا عنك، بس بابا قال لي إنه أبوك طلع من المستشفى وصار كتير منيح. إيه، وإنتي شو قلتي لهم؟ بصراحة قلت لبابا إنه يجيب عمي على البيت، لأني فكرت إنه هو أكيد بيكون حابب يضل معك لأنه إله كم يوم ما شافك. عملت الشي الصح بارات؟ أكيد عملت الشي الصح أديتي. بصراحة أنا وعدت بابا إنه ارجع وضل معه عطول بعد هلا. أنا مبسوط كتير لأنه بابا رح يرجع يفوت على بيته بعد كل هالسنين. شو هاد؟ روحوا شوف شو عم يصير. سيدي شوفي، بصراحة خبر اعتقال الست سندورة انتشر بكل وسائل الإعلام. سيدي كل الصحفيين اجتمعوا هون، رح يكون في عنا مشكلة كتير كبيرة إذا نحن بدنا نمشي لقدام. اللي لكان كيف بدنا نروح على المحطة؟ سيدي هدول الصحفيين ما بيردوا على حدا، لازم نخاطر ونروح مشي بيكون أحسن. يلا تفضل. يلا بعدو افتحوا مجال، بعدو لشوف الكل لورا، الكل لورا بعدو لشوف. نعرف هذا الحكي صحيح ولا لا، بس فينا او مدام شو حدا كثير مهم بالبلد ولازم نعمل هذا الحكي كثير خطير بحقك. جاوبينا، تحركوا بعدو لورا، بس بعدو هيك اذا جاوبينا احكي اي شيء. يلا بعد هيك يا مدام. ولك بعدو 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 هذا اللي صار هي صار كثير خطيرة للوطن. هو التصريح انت متهمة بجرائم اكبر. بعده هيك يلا هذا مهم البلد ولازم نعرف اخباره. مدام شخصية معروفة مثلك لازم ممكن تحكي علينا، تجاوبينا بأي شيء. ممكن تجاوبينا بعد اذنك، من حقك انك تحكي بعد اذنك يا مدام. بعد اذنك جاوبينا. انا شو عملت لك مدام؟ نحن بس عم نحكي يا مدام. اسمعوا عنا يا مدام. جاوبينا يا مدام. هذا الحكي ايش هيك عم تجاوبينا؟ شو هذا؟ جيبوها هربت. يلا 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 لك بعده هيك. خبري انه يلا افتحوا طريق ولا انتي زلمتي لك بعده هيك. ليك ابن حماية أكيد مرتك ساحرة، حتى هي بتقول إني سمين. معقول؟ إني أنا سمين شي؟ شو؟ لا لا يا رفيقي ولا يهمك، القميص تبعك مشوق صحيح؟ إيه خلاص لا تزعل، أنا رح وصلك على واحد أحلى منه بكتير. بوعدك. أنت بتوعدني؟ 100%. هم
أديتي؟ عمي أنيس، تعرف مين هاي؟ هاي بتكون كنتك الحلوة، أديتي؟ هاي يا عمي أنيس، مرت ابنك بارات. إيه؟ لا لا شكرا لك. معقول عم شوفك بعد كل هالعمر؟ ما فيني اقول لك قديش مبسوط. انت يلي ربيتني وكأني ابنك الصغير، واليوم انت رجعت. تفضل تعال. مرحبا ساري، انت منيح؟ يلا بابا خليني اخذك على غرفتك. يلا تعال. واخيرا هاي الغرفة إلك بابا. لا بابا ما بدي اعيش هون. رح تقتلني سندورة، رح تجي تقتلني. لا انا لا ما رح يصير. خلص شوفوا خلص خلص ما رح يصير شيء. اطلع بابا، انت بس عم تخاف من الصورة، ولهيك هاي الصورة ما عاد لها مكان بهالبيت. انت بس ارتاح، ما تقلق ابنوب. بس خلص ما في داعي. بس بابا كيف رح تجي؟ ما حدا هون، انا رميت الصوره لبرا. ما عاد في داعي تخاف، هلا لازم ترتاح. يلا ساعدني. عمالك طيب ماشي، أنا رح روح على البيت هلأ. شو؟ بس عمي أنت فيك تضل معنا بالبيت. لا بنتي، كيف فيني أترك البيت مو مسكون؟ لازم يكون في حدا يدير باله علي. بعدين أنا رح ضل أجي زوركن وما رح أقطعكن. بدي تنتبه على حالك، وأنا رح أجي لعندك على البيت بأقرب وقت ممكن. وأنت كمان انتبه حالك. مع السلامة. هالشي رح يكلفكن عمركن كله لحتى فيكن توصلوا لي، وحتى لو وصلتوا لي مستحيل يجي هذا اليوم. هذا مستحيل مستحيل، لأنه سندورة سينج ما بتخسر. وين ثقتك العظيمة هلأ؟ مو هون ولا حتى موجودة. لما أنا قتلتكن بهذا المسدس نفسه وبهذا المكان نفسه قبل 22 سنة، ولا شخص رح يضل عايش منكم انتو الاثنين. مشان هيك قتلت ساحر وخلصت، وبدون ساحر فدية ما فيها تعيش. مشان هيك انا قتلتها كمان. بس ما بقدر شوف هالشي اكتر. راجيف كان يقول لي على طول إنه أختي هي الوحيدة المسؤولة عن قتل فدية وساهر،
على طول اتمنى وادعي انه ما تكون القصة هيك. بس طلع كل شي كان يقول لي يا راجيف صح. هلا هالشي اثبت انه اختي المسؤولة عن كل شي. العقوبة رح تكون اقسى من هيك. هالشي ممكن ياخد وقت أمار. سندورة سينغ قدرت تهرب من الشرطة وهنن عم يلاحقوها هلأ.